والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. بداية تنبغي نرحب بموقع ناظور بريس وتنشكره مثلية الدعوة من خلال أولا اللي تسليط الضوء على مواكب مباراة ديال أطور النظامية الأكاديمية، وخاصة المعايير المهمة اللي جات في الإعلان اللي تهم هذه المباراة، وبالأخص مجموعة من النقاط اللي من بينها السين. هي الإشارة قبل ما نطرق لهذه النقاط، فهاد المعايير جات تتمينا للموارد البشرية. كيف تتعرفوا أن توجه أو الرؤية الاستراتيجية ديال الوزارة الهدف الأسماء أو الهدف الأسماء ديالها هو تأهيل ديال الرأسمال البشري. من هذا المنطلق الوزارة من خلال هذه المعايير اللي الهدف ديالها هو تثمين الموارد البشريه اللي غادي تلتحق بالمنظومه ان شاء الله من خلال هذه المباراه ديال التوظيف، واللي من بينها السن اللي لاقصاه اللي هو 30 عام، عندهم تاريخ ديال تاريخ يعني اللي غتقام فيه هذه المباراه. اللي الهدف منه اللي هو بغينا نسيبليو ذاك الشباب. لماذا الشباب؟ الشباب باش نستثمروا او تم استثمار حتى هذه المده الزمنيه الطويله، تم استثمار ديالها من خلال التكوينات، ايضا اكتسبوا من خلال هذه التجربه اللي غتنعكس على الاداء ديالهم والممارسه هذه المهنه ان شاء الله اللي غيلتحقوا بها اللي هي ديال التندرس. نقطه ديال الميزه في البكالوريا او والاجازه وكذا السنه ديال الحصول عليها، الهدف من هذا المعيار هو استقطاب الشباب المتميزين، لان المهنه التدريس او لا هذا الشباب من غير تحقور غنحطوا بيديهم في الهدف الاكبر ديالنا التلاميذ، وبالتالي ضروري بغينا يكون عندهم واحد التميز اكاديمي. من بين المعايير هي لا ليتر دو موتيفاسيون اللي ضروريه، اللي هاد الوثيقه اللي من خلالها كتبين مدى رغبه الشباب او هاد المترشحه او المترشح الرغبه ديالو في ولوج مهنه ديال التدريس. راه مهنه التدريس هي مهنه نبيله، وبالتالي ما نبغيوش شي واحد او لا ايا كان بوسيلي الا الناس اللي انتريسي وتيحبوا مهنه ديال التدريس هذه الهدف منها. من بين او المعيار اللي تيهم تتمين الشباب او المترشحين اللي ديجا تخرجوا من علوم ديال التربيه تتمينا لهذه المسالك من جهه، والمسار التكوين الجامعي اللي درسوا به. بالنسبه للحصيص ديال الاقليم ديالنا، اقليم التريش وهو حصيص مهم واللي تيتمثل يمكن لي نقراه لكم. بالنسبه للاساتذه ديال التعليم ديال الثانوي فعندنا 159 منصيب، ايضا بالنسبه للاساتذه ديال التعليم الابتدائي عندنا 180 منصيب، وكذا 21 منصيب بالنسبه للاطر ديال الدعم الاداري والتربوي والاجتماعي. للاشاره واحد الفريق مهم اللي سهر على هذه العمليه ديال التتبع ومصادقه على ملفات ديال المترشحين اللي بلغوا واحد العدد مهم، عدد كبير يعني كان طالب عندنا هنا في الاقليم ديال الدريوش، ومشكورين غير الاخوان حرصوا باش في اطار تكافؤ الفرص باش يتواصلوا مع المترشحين. كاين مثلا بعض المترشحين اللي تيغفل عليه ما يديرش التحميل مثلا ديال واحد الوثيقه اللي هي ملزمه، فمن خلال رقم الهاتف اللي كاين اللي مسكو المترشح على الموقع، فالفريق اللي صار على هذه عمليه المصادقه يعني حرصوا باش يتواصلوا معهم في اطار تكافؤ الفرص ويعطوا فرصه لجميع المترشحين اللي تتوفر فيهم هاد الشروط. بالنسبه للتعليم الاولي الحمد لله هذا الموسم راه تتشرف عليه واحد ثلاثه ديال الجمعيات اللي عندها واحد طابع وطني، وتتميز بواحد الخبره في التدبير ديال هذا المجال، عرفنا على الاقسام ديال التعليم الاولي بإقليم ديال الدريوش. وحاليا وتيره ديال الالتحاق
ديال هاد الفئه العمريه ديال اربع سنوات خمس سنوات في الاقليم ديالنا، يعني واحد العدد اللي فاق 4000 ان شاء الله، والنسبه تفوق تقريبا 70% ديال لحد الان. حنا في خضم عمليه ديال العمليه ديال الاحصاء اللي تنقوموا بها. اكيد ان شاء الله الاقليم عرف واحد القفزان وهي في مجال التعليم الاولي من الاقليم ديال الدريوش. بالنسبه للبنيه التحتيه اللي تتوفر على اقليم ديال الدريوش، فزيد من 200 تقريبا 200 وجوه ديال المؤسسات التعليميه موزعه على الاسلاك الثالث الابتدائي والاعدادي والثانوي التاهيلي، وثلاثه ديال المؤسسات الخصوصيه. مؤسسات اللي تقدم خدمات ديال الدعم تقريبا واحد 18 ديال المؤسسه اللي تستافدوا منها التلميذات والتلاميذ من خدمات ديال الدعم، تتمثل في منحه كامله ووجبه غداء وجبات ديال الاطعام. و ازيد من 2200 تلميذه وتلميذ اللي ان شاء الله غادي مرشحين للزياده الثانيه بكالوريا في هذا الموسم، نتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. مجموعه من المشاريع ان شاء الله اللي مبرمجها برسم الميزانيه ديال 2022، اللي غادي من خلالها سيتم احداث مؤسسات، ايضا حجورات يتم تعويض حجورات البناء بالمفكات والقضاء عليها ان شاء الله. من هنا ل 2022 ما غاديش يبقى عندنا حجورات بالمفكات هنا باقليم دريوش ان شاء الله. بالنسبه للاطور اللي تتوفر عليها او اللي تتدبر ديال تندرس هنا باقليم ديال دريوش تقريبا 2068 موزع على حسب الهيئات، كاينه هيئه ديال التدريس، هيئه ديال الاطور ديال التاطير، اطور ديال الدعم ديال الخدمات. بالاضافه ل 17 مؤسسه اللي تقدم خدمات ديال الدعم الاجتماعي من داخليات ودور الطالبه مطاعم، واللي تيستافدوا منها ازيد من 2000 تلميذه ومستفيد. بالاضافه للنقل المدرسي مشكورين حتى الجماعه الترابيه اللي تسهروا على تدبير هذا النقل المدرسي اللي عندنا في الاقليم واحد الاسطول، يعني اسطول يتراوح تقريبا 187 حافله ديال النقل المدرسي.